على تلاوة القرآن، بس إذا أيضا اجتمع مع التلاوة تدبر القرآن الثواب يختلف، الأجر يختلف، المقام يختلف. فمو مشكلة لا يكن هم أحدكم، الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله، لا يكن هم أحدكم آخر السورة. احنا نبدأ السورة وهمنا شنو؟ نريد نخلصها بسرعة. الرسول يقول لا يكن هم أحدكم آخر السورة، ما في مشكلة، خلط طول الوقت أن تقرأ بتأني وبتدبر، مو بلاش أن أقرأ أختم القرآن ختمتين ثلاث بالشهر، خليها ختمة واحدة لكن متأنية. وهذا المكث مع القرآن هذا زمن جميل، فيوضات ربانية، بعض الأبدال بعض العارفين يقول أتمنى أن يجيني الموت وأنا أقرأ القرآن، يقبض روحي وأنا أتلو القرآن، ما يدرينا لعلها الساعات الأخيرة من حياتي، أنا ما أدري ليش أستعجل في تلاوة القرآن. تحتاج إلى تدبر، تحتاج إلى تأمل، مكث مع القرآن. بلاش تقرأ 50-60 آية، اقرأ 10 آيات، اقرأ 20 آية، اقرأ 50 آية بتدبر القرآن. إذا نطلب من علينا أن نتدبر، أن نتلو القرآن، أن نقدس القرآن، نتدبر القرآن، أن نتعلم من القرآن، هذا نداء مهم. كيف نحول القرآن إلى حالة متحركة في حياتنا؟ نريد في داخل أسرنا القرآن يتحرك، في معاملاتنا التجارية القرآن يتحرك، في مجالسنا القرآن يتحرك، مو يتلى، يتحرك في مساحاتنا الاجتماعية الثقافية السياسية القرآن يتحرك. كيف نعطي للقرآن حضور؟ يعني كلها نداءات قرآن، نقول نداءات القرآن تجي من عندنا، هذه كيف نعمل؟ وهذا يحتاج إلى جهد، إلى تعاون، حتى نعطي للقرآن حضور الحقيقي بهذا الشهر.